منظمة مجلس خور فكان الأدبي التابع لدائرة الثقافة جلسة حوارية بعنوان كنوز ساحل خور فكان بالتعاون مع جمعية صيادين. استضفنا أعضاء من الجمعية للتحدث الحديث عن فعالية اليوم. تضمنت المحاور عديدة منها أنواع التراث البحري والصيد والأسفار للغوص. الهدف من الجلسة الحوارية هو نقل لكافة شريحة المجتمع الموروث الذي عاشوا عليه آباءنا وأجدادنا من مشقة والاعتماد على الصيد والزراعة. شارك في الفعالية رئيس المجلس البلدي ودائرة شؤون الضواحي والقرى وجمعية الصيادين وبعض المهتمين في الصيد والتراث.